أبرز مواصفات هونداي الانترا 2021 الجديدة: رادار، حساسات أمامي وحساسات خلف، الإضاءة الأمامية فول LED بثلاث عدسات، 2 عالي و1 واطي، الإشارات موجودة بالشبك، جنط 17، الدخول الذكي بالبصمة للسائق والراكب، نقط عمياء، توفير الوقود 16.3 كيلو للتر الواحد، البنزين 91، 2000 سي سي دفع أمامي، فئة البريميوم الفول كامل، وهذا الشكل الخلفي، حساسات خلفية وكاميرا خلفية، مرايات جانبية قابلة للطي، سماعات بشركة بوز، تنبيه الخروج على المسار ومانع الانزلاق و ABS، مرتبة السائق إلكترونية والراكب يدوي، الرادار التكيفي والقيادة الشبه ذكية، شاحن لاسلكي، درايف مود والكاميرا والحساسات والبريك والأوتو هولد، الجير من 6 سرعات، الشاشة 10.25 10.25 وفيها نافيجيشن، والمراتب